تصنيف كسور العضد القريبة. توجد 4 معالم أساسية في القسم القريب من عظم العضد، وهي العنق التشريحي، ويقع عند قاعدة السطح المفصلي الواسع لرأس العضد، الحدبات الكبرى والصغرى، وهي مواقع ارتكاز أوتار عضلات الكفة المديرة، العنق الجراحي، وهو مكان الاتصال بين جسم العضد والرأس والحدبات، وهو المكان الذي تتصل فيه المحفظة المفصلية بالعضد. تشمل كسور عظم العضد القريب جميع كسور العنق التشريحي أو الحدبة الكبرى أو الحدبة الصغرى أو العنق الجراحي، سواء كانت معزولة أو مترافقة. تستخدم الصور الشعاعية لتصنيف الكسر بناء على تبدل القطع المكسورة. التصنيف الأكثر استخداما على نطاق واسع هو تصنيف نير. يعتمد هذا التصنيف على العلاقة التشريحية للأجزاء الأربعة: الحدبة الكبرى، الحدبة الصغرى، الرأس العضدي المتضمن السطح المفصلي، وجسم العضد. وبالتالي يتم تحديد نمط الكسر من خلال عدد الأجزاء المكسورة من جزء واحد إلى 4 أجزاء، مع تصنيفات إضافية للكسور المفصلية ووجود خلع. لكي تعتبر القطعة المكسورة جزءا مقبولا للتصنيف، يجب أن يكون تبدل أو إزاحة القطعة أكبر من 1 سنتيمتر عن الوضع التشريحي الطبيعي أو 45 درجة تزوي. تعتبر الحدبة الكبرى استثناء لهذه القاعدة، حيث تتطلب فقط 50 ملم من الإزاحة ليتم اعتبارها جزءا. الكسر الذي لا يحتوي على قطع متبدلة هو كسر من جزء واحد بغض النظر عن عدد خطوط الكسر. تحتوي الكسور ذات الجزئين على جزء واحد متبدل، وهو الحدب الكبرى أو الصغرى أو الرأس على مستوى العنق التشريحي أو الجراحي. يتم تحديد الكسور مكونة من 3 أجزاء بوجود قطعتين متبدلتين، ولكن يبقى رأس العضد على اتصال مع الجوف العنابي. يتم تعريف الكسور مكونة من 4 أجزاء بثلاث قطع منزاحة أو أكثر، ويظل السطح المفصلي على اتصال مع الجوف العنابي. يعتبر هذا نمط من الكسور إصابة خطيرة، وهناك خطر كبير للنخر اللاوعائي لرأس العضد.